ساعات بيحصل للواحد إحباط ويأس، وبيحس اللي هو الدنيا ضاقت بيه ومش هيقدر يبطل الحاجة اللي هو عايز يبطلها. وأنا هنا مش بتكلم عن حاجة معينة، يعني مش بتكلم مثلا عن السجاير، عن المخدرات، عن عادة صحية مش كويسة، عن الأكل مثلا كدايت. أنا بتكلم عن أي حاجة، وبفكر مع حضراتكم لعل مثلا أكون سبب في فكرة لحضرتك، أو حد يكتب تعليق بغض النظر عن الفيديو ده، حد يكتب في التعليق تعليق مثلا يبقى إيجابي أو عن تجربة مر بيها، وتكون مثلا سبيل في الحد اللي هو يستفاد منه. فهو أي حاجة ممكنة اللي هي تتحقق، ومفيش حاجة مستحيل. تمام، خلينا مقتنعين بده. ولادام انت دخلت وبتدور على الفيديو ده، يبقى فيه أكيد أمل، أكيد أنت لسه بتدور، يعني ما فقدتش الإصرار اللي أنت تبطل على الأقل وتحاول وتدور. تمام، فأي حاجة بتتبطل عن طريق حاجتين مالهمش تالت، يا اللي أنت بتقلل الحاجة دي لغاية لما توصل للنقطة اللي أنت بتستغنى عنها، يا اللي أنت بتقطعها مرة واحدة. تمام، إيه الحاجة دي؟ أي حاجة. أنا مش بتكلم عن حاجة معينة، مخدرات، سجاير، اكل، لو بتعمل دايت زي ما اتفقنا، عاده صحيه مش كويسه، يا اما انت بتقلل الحاجه دي تدريجيا، يا اما انت بتقطعها من جذرها وبتوقفها مره واحده. وطبعا دي محتاجه اراده جدا، وفي حاجات بتنفع وفي حاجات ما بتنفعش، يعني مش كل حاجه بينفع يا ده يا ده. يعني مثلا تعالى على حاجه شبه المخدرات، مثلا واحد بيشرب ترمادول، واحد بيشرب معرفش مخدر معين، يعني مثلا فده ما ينفعش حضرتك تقطع مرة واحدة، يحصل لك مشاكل. طبعا في اطباء وفي حاجات من ناس متخصصة انا عارف، بس افرض انا بكلم واحد دلوقتي بيبطل مع نفسه. تمام، واحد مثلا بيشرب مخدرات وضاقت بيه الدنيا وخلاص نفسه ويقول يا رب يا رب ابطل ومش عارف. تمام، فحضرتك عندك موضوع اللي انت تقلل تدريجي ده بالنسبة لك صدقني اوبشن، اكيد انت ممكن تقدر تعمل كده. يعني انت مثلا ما بدل ما بتاخد وحدة، انا مش عايز اقول حباية مثلا او عشان اخصص او نفس او تعمل ما اعرفش، بس عامة هو الفيديو ده في المطلق، بس انت بتاخد وحدة، انت ممكن تقسم الوحدة دي لنصها، ومهما حصل ما ترجعش لنصها دي، وعلى فترة انت كده كده بتشرب. تمام، على فترة، بعد فترة مثلا معينة كبيرة برضو على الاتفاق معاك وعلى العهد معاك اللي انت خلاص الحاجة دي اكيد مهما حصل ومهما الدنيا اتشقلبت انت مش هتتراجع عن القرار اللي انت اخدته. وعلى فكرة انت مش هتبطل، او انت مش هتبطلي حضرتك الحاجة اللي انت عايزة تبطليها غير لما انت من جواكي او انت من جوا حضرتك عايز تبطلها خلاص. انت عايز، لا بقى مثلا حد ضغط عليك او حد قالك انت لازم تعمل كده عشان تبقى كذا، حاجة كذا عشان الشغلانة المعينة، او حاجة كذا عشان الارتباط المعين، مفيش اي حاجة مش من جواك. لو الدنيا اتشقلبت هيبقى فيه للأسف رد فعل منك بعد كده مش كويس. فانت اهم حاجة يبقى الموضوع من جواك. تمام، وهو الموضوع من جواك عشان انت كده بتدور. نرجع تاني، فانت مثلا بتاخد وحدة هتقسمها للنص. تمام، بعد فترة هترجع تاني تقلل الكمية وهكذا لغاية لما يبقى الكمية اللي انت بتاخدها دي لا تذكر. تمام، او على فترة بعيدة، لو هي حاجة مرتبطة مثلا مش بوحدة او بتاع، يبقى على فترة، حاجة مرتبطة بفترات مثلا شبه عادة او حاجة انت بتعملها مش كويسة، بدل ما انت بتعملها مثلا كل اسبوع مرة مثلا، لا انت تبعدها مثلا كل شهر او كده. انت كده كده بتعمل كده كده بتغلط، خلينا متفقين احنا مش ملايكة يعني. تمام، وفي حاجات ممكن اللي انت تقطعها مرة واحدة دي ما فيهاش اي حاجة، يعني مش هقولك اللي انت مش هتتعب، لا ممكن تتعب يوم يومين ثلاثة، بس في اليوم الرابع او الخامس خلاص. ايه اللي انت ممكن مثلا تقطعه مرة واحدة ما يحصلش اي مشكلة، بل بالعكس انت تتحسن؟ السكر مثلا، للناس اللي هي عايزة تخس كلام من ده. انا واحد، انا بتكلم من تجربة على فكرة، يعني انا مش بتكلم يعني من كلام، في حاجات كتيرة من اللي انا بقولها عن تجربة. تمام، وفي حاجات تانية من تجارب الناس اللي حواليا. فمثلا انا كنت وزني وصل ل 106 كيلو، قطعت السكر مرة واحدة. تمام، دلوقتي انا وزني 82 كيلو. تمام، نزلت الحمد لله نزلة كويسة، فوقفت السكر. يمكن ما استطعمتش بطعم الحاجة مثلا اول يومين ثلاثة، بقيت مستاء شوية من طعم القهوة بتاعتي مثلا، كنت بشربها مظبوط برضو، معلقة سكر ما كنتش كتير، بس برضو يعني
برضو كان في استياء يعني، ما كنتش مرتاح في الاول، بس بعد كده خلاص يعني اتعودت بقى، دخلت في العاده الصحيه اللي انا ما بقيتش خلاص باخد السكر ده، قطعته مره واحده. تمام. حاجات ممكن برضو من اللي هي بتتقطع مره واحده دي على حسب برضو التدخين، السجاير دي ممكن برضو لو انت ظروف شغلك مثلا وظروف حياتك سامحالك اللي انت تقطعها مره واحده، يمكن هتتعب، اكيد مش يمكن، انا اسف، يا اكيد هتتعب مثلا 3 4 ايام، جسمك رد فعل جسمك. انا عامل فيديوهات كتير عن السجاير يعني، بس انا مش عايز اطول بس في موضوع السجاير ده. بس عامه اللي انت تقطم مره واحده دي يعني ممكن، يعني ده اوبشن بالنسبه للناس، خلاص هو يعني كرهها وحصل معاه موقف او حصل معاه حاجه اللي هو خلاص حلف اللي هو مش هيشربها تاني وقطع السجاير، عارفين انتوا الحركة دي، خلاص تمام. فهو كون اللي انت عايز تبطل حاجة واللي انت بتحاول واللي انت بتدور دي حاجة ايجابية، تمام. اهم حاجة اللي انت ما تيأس، واهم حاجة اللي انت تفضل تستمر في اللي انت تحاول واللي انت تجرب. الصعب والوحش واللي مش كويس اللي انت خلاص تفقد الشغف باللي انت يعني تحاول بقى تبطل وتستسلم، بس طول ما انت بتدور وطول ما انت بتحاول مش مشكلة. ايه يعني اللي انت حاولت وما جاتش معاك من اول مرة؟ حاول تاني. ايه يعني اللي انت مثلا انتكست وكنت ناوي اللي انت تبطل سجاير مثلا وحد عزم عليك، او اللي انت حصل مشكلة نزلت شربت سجارة او سجارتين، معلش يعني ممكن تحاول تاني. يعني ايه يعني اللي انت عملت دايت مثلا ونفسك مثلا هفتك على حاجة او تعمل بالعكس، في يوم فري مثلا ممكن تعمل ده في الدايت، بس في يوم فري مثلا ممكن اللي انت تاكل ايه الحاجات اللي هم ليه عملوا اليوم الفري، لان انت خلاص انت بتتعود على النظام الغذائي مثلا، فانت منك لنفسك خلاص ما بتاكلش بقى مثلا حلويات كتير وبتاع، انت خلاص انت جسمك اتعود على العادة الصحية، فاليوم الفري ده ممكن تبقى بكميات صغيرة لان جسمك خلاص مش قادر على الحاجات دي، ما بقاش في شغف ليها يعني. فبس فياريت اللي عنده تجربة مثلا او عنده قصة عايز يقولها يقولها في التعليقات، اللي عايز يدعي مش عايز عايز مثلا يدعي لحد ينصح حد مثلا يبقى تعليق ايجابي، اللي بطل حاجة يقدر يقول انا مثلا بطلت تدخين، الحمد لله انا بطلت مثلا حلويات، انا بطلت ملح، الملح برضو مضر بيخزن ميه فبيتخن برضو، في بلاد شبه الصين مثلا ما بياكلوش ملح خالص، بس ممكن بياكلوا خفافيش وكلاب عادي جدا وقرود، بس مش بياكلوا ملح، سبحان الله بيحافظوا جدا على صحتهم الناس دي يا جماعه. فالحمد لله انا مش عايز حد يأس، الحمد لله يعني انا بطلت حاجات كثيره في حياتي، مفيش حد فينا ملاك، مفيش حد فينا ما بيغلطش، كلنا بنغلط وبنحاول، اهم حاجه زي ما اتفقنا اللي احنا نجرب وندعي ربنا ونستعين بالله، وان شاء الله هنقدر اللي احنا نبطل الحاجات دي ونحول كل حاجة وحشة لكل حاجة كويسة. واتمنى لكل اللي هو يبقى بصحة كويسة وبخير. السلام عليكم.